Thank you. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين سلام المسيح أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة الحياة وحلقة جديدة مع برنامج أبناء الرافدين بعنوان مخلفات داعش أو خلينا نكون واضحين أكثر مخلفات الفكر الإسلامي المتعصب ماذا ترك لنا الفكر الاسلامي المتعصب من مخلفات دم وقتل ونساء بدون ازواج وايتام وسب النساء اي ان يتم الزواج من السبايا بمفهوم المجتمع والقانون البشري هذا يدعى اختصاب وهذا الاختصاب حلال في الفكر الاسلامي او فكر داعش وجعل الانسان عبد باسم الله والاسلام هذا ليس بشيء جديد على الاسلام او اله الاسلام ونبي المسلمين، الذي هو اشرف الخلق والمرسلين، كيف هذا وهو اول من يعلم على هكذا امور، ونرى هذا ما رواه البخاري وشرح مسلم. دعونا ننظر الى رحمه نبي الرحمه محمد، ماذا فعل مع صفيه بعد ان قتل اهلها؟ لم يهن عليه ان يراها وحيده وحزينه، لهذا اكرمها بالنكاح، نكاح المقدس. هل بعث محمد رحمه الى الناس، حيث قام بنكاح صفيه بعد قتل اهلها، هل هي قدسيه جديده؟ هل هكذا هي صوره الله عند المسلمين؟ هل هذه قداسه الله؟ لكن للاسف نسي المسلمين ان يذكروا نبيهم ان عده ان عده المراه ثلاث اشهر او عدتها اربع اشهر وعشره ايام في الاسلام وذلك لان محمد اشرف الخلق والمرسلين، هو بنفسه لا يعلم هل هو مرسل حيث قال: قل ما كنت بداعي من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. آية 9 من سورة الاحقاف. هنا يعترف محمد واحد هو ليس نبي، اثنين هو ليس مرسل. خلونا نتناقش مع بعضنا البعض واريد شيوخ المسلمين يوضحون هذا الامر معاشرة الصفية، قتل اهلها وخلونا نوضح هاي الامور مع بعض وهل داعش تمثل الاسلام اريد جواب منطقي على كل سؤال اخواني المسلمين ارجوكم باسم الانسانيه خلونا نتحاور نتكلم بدون سيف بدون سلاح كيف ستشعر هذه المراه التي قتل ابوها واخوها وزوجها في يوم الحرب على يد جيش محمد وهي ترى نفسها في نفس اليوم في نفس النهار على سرير مع نفس القاتل وهناك من يعلم ويقول انه لم يعاشرها وهي مبغضه له كما يزعم المغرضون والكذبه، بل كان ذلك بعد اسلامها وزوال ما في نفسها على النبي حتى استحقت شرف ان تكون ام المسلمين، وعن عبد الله بن عمر ما قالت صفيه عن النبي وكان نبي الاسلام من ابغض الناس الي هو الذي قتل زوجي وابي واخي. وكان لا يزال يعتذر لها. شخص يدعي انه نبي يقتل زوج واب واخ صفيه ويتزوجها وكل هذا باسم الله والاسلام. يا اخوتي المسلمين اطلب تفسير منكم عن هذا التعليم وهناك ايات القتل والجزيه والتكفير على جميع الطوائف الاخرى الذين هم غير مسلمين. هذا كان كلام او كتاب المسلمين. راجع نفسك اخي الحبيب. قال المسيح في متى إصحاح سبعة وعدد 15 إلى 23 احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم هل يشتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة أما الشجرة الرديئة فتصنع أثمار رديئة لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمار رديئة ولا شجرة رديئة أن تصنع أثمار جيدة كل شجرة لا تصنع ثمرة جيدا تقطع وتلقى في النار، فإذا من ثمارهم تعرفونهم. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب ليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة. لم يقول المسيح: هناك نبي بعدي، اتبعوه لقد قال هناك انبياء كذبه يقول المسيح احترزوا او يعني احذروا واحترسوا من الانبياء الكذبه نطلب بالتوعيه ومساعده الناس من من المخلفات الفكر الاسلامي فكر الداعشي المتعصب نطلب بازاله التعصب وكل ايات القتل والاغتصاب والسلب وتحليل الحرام الى الحلال وكل فكر يكون ضد الانسان ويحرض الانسان على اخيه نطلب بالمساواه بين الرجل والمراه الله خلق الانسان اروع واجمل مخلوق لكي يعيش حسب ارادة الله بالتعليم وليس بالقتل نحتاج ان نبني جيل جديد لا يعرف التعصب ويشتهي ما لغيره ولا يقتل ويدمر هل هذا مستقبل الشرق الاوسط ولكي لا تعود ماساه داعش يجب ان يكون هناك تعليم جديد بدون ادخال الدين داخل المدارس ولا يتم التحريض على قتل الإنسان ومساعدة الجيل الجديد على التعليم والتطور في بناء البلدان العربية والشرق الأوسط بطريقة متحضرة لا يوجد فيها أي عنف أو دم يكفي يكفي موت ودمار والمشكلة الجيل الجديد الجيل اللي يدفع الثمن ليس لي هدف سوى أن نعيش في سلام ومحبة بدون دم وقتل يطبق الان على اسم الشخص العربي اسم ارهابي قاتل مجرم وعلي بابا يعني حرامي هل هذا هو الانسان اجمل ما خلقه الله؟ برنامج ابناء الرافدين هو برنامج لكشف الحقيقه برنامج ديني اجتماعي وسياسي يهدف الى توعيه الحكومه العراقيه والبلدان العربيه والشرق الاوسط وايضا توعيه الشعب والتركيز على الشباب والشابات، والنهوض بالفكر الثقافي الذي يهدف الى المحبه والبناء والسلام، يكفي نتكلم بالديمقراطيه والعداله والانسانيه ونحن نحكم بالظلم والفساد، وقناه الحياه المسيحيه هي صوت المسيحيين لكشف الحقيقه. وهنا صوت من شباب العراق والدول العربية يناشدون في إيجاد فرصة للعمل والإبداع والمساعدة والتوعية ضد الفساد والتعليم لكي يقدموا أمور جديدة لوطنهم من خلال منبر أبناء الرافدين ومن خلال قناة الحياة المسيحية التي هي صوت المسيحيين وكل المظلومين نحن نناشد الجميع الجمعيات والكنائس وبعض المسؤولين في الحكومه العراقيه والدول العربيه من صناع القرار في الشان العربي والاعلامي باقامه حملات توعيه باسم حتى لا تعود ماساه داعش، يجب ان نفكر كيف ننشئ جيل جديد من خلال التعليم على اسس جديده وليس فيه حقد او دم او قتل او اضطهاد او عنصريه. دعونا نستذكر بعض المأساة التي سببتها داعش من زرع الإرهاب في داخل نفوس الإنسان والفكر المتطرف في إيذاء المدنيين وهدم وتدمير اقتصاد البلد وحرق دور العبادة وهدم منازل المدنيين وتشريدهم وأصبحنا لاجئين وأيضا تمزيق وحدة الشعب وإشعال نار الفتنة الطائفية وتدمير آثار وسرقة والسرقة والقتل باسم الدين وبيع النساء والأطفال وتجارة الأعضاء البشرية وإلى آخره، من أعمال شيطانية تذبح بها قيم الإنسان والإنسانية، وهذا يحدث فقط في الدول العربية الإسلامية، وهذا ما أخبرنا عنه المسيح وقال: "هذا كان قتالاً للناس منذ البدء، هذا هو عمل إبليس، عمل الشيطان وأعوان الشيطان" كما هو مكتوب في انجيل يوحنا اصحاح 8 عدد 44 انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا ذلك كان قتالا للناس من البدء لم يثبت في الحق لانه ليس فيه حق ومتى تكلم بالكذب فانما يتكلم مما له لانه كذاب وابو الكذاب لكن المسيح ارسلنا الى العالم وقال في إنجيل متى إصحاح خمسة وعدد أربعة عشر أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل هذا كلام المسيح عن المسيحيين وقال في إنجيل يوحنا إصحاح ستة عشر وعدد ثلاثة وثلاثين قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم نحن نغلب العالم ونعيش في العالم بقوة ومحبة وسلام المسيح الذي فينا برغم كل الظروف سيكون لنا نصره في المسيح، فوجئ العالم بردود افعال المسيحيين مما يلاقون من ارهاب وتفجير وقتل وهدم الكنائس بهدوء وثبات الايمان، يطلبون مغفره الله للقتله لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون، لم يلعنوهم او يكفرونهم، طلبوا الرحمه لهم، دهشه وتعجب اربكت المجرمين ومن كلفوهم بالاعتداء على المسيحيين، وقفوا يصرون على اسنانهم في غيظ وغل، كيف يحدث هذا؟ هكذا هم المسيحيون، هم ابناء المسيح متشبهين بالمسيح. نصلي من اجل شابات وشباب البلد، يا رب نضعهم بين ايدك، ومن اجل الجيل الجديد وكل شباب وشابات الدول العربيه تحميهم وتبعد اي شر عنهم، وتبعد اي فكر متعصب يكون يكون جيل محبة جيل سلام بركة المسيح عليهم باسمك يا رب يسوع نطلب ونصلي امين اعزائي المشاهدين خلونا دوم نذكر ابناء بلدنا وشباب بلدنا بالصلاة مثل ما صام نحنيه وصلى بلجاجة من اجل حال مدينته اورشليم تحت اسر اعدائها لقد قال جلست وبكيت ونحتو أياما وصمت وصليت أمام إله السماء نحميه إصحاح واحد عدد أربعة، لقد ألح على الله وصل وصلاته استجيبت في النهاية، لقد رق قلب الملك وأرسل الله نحميه ليبني أسوار المدينة، لأنه صلى بلجاجة، دعونا نصلي بلجاجة من أجل بلداننا وكل الرؤساء الذين يترأسون البلدان العربية، وكل صاحب منصب في البلدان العربية. باسم يسوع نطلب تغيير وناس ممسوحين من الله مباركين يحبون البلد يحبون بلداننا والشعب ويكونون امناء وشرفاء باسم يسوع المسيح نطلب امين أبناء الرافدين يعني أهل العراق يعني أهلي وناسي وأهل الغيرة والشرف أهل العراق اللي انكتب عنهم بالتوراة والإنجيل اللي جاء منهم أبونا إبراهيم اللي مكتوب عنهم أرض الخير والبركات نصلي إلى سامع الصلاة إلى الرب يحمي العراق وأهل العراق والعراقيين وشباب العراق وشابات العراق وشباب الدول العربية آمين سلام الرب يسوع أعزائي المشاهدين وبركة الرب يسوع معكم بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين